عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا طبعا هم الكمبريشن لا يزال قائمين عن الحفائر على مدار الساعة. هم الآن قد وصلوا في طرف التبة، باقي هذا المجال الذي سيتم حفره. حيث أنهم عام الآن قصة من البداية إلى الجهة الثانية إلى عند عامل الكمبريش الآن، حيثما هو يحفر حوالي 25 حفيرة وقد تم تعبئتها. باقي هنا مجال إلى 6 حفائر إلى 5 حفائر سيعملها. هذا العامل الآن يقوم بتصفية التراب والمتراخي للبحث عن مكان صافي ليتم الحفر فيه. هذا البراعي يتم الحفر من 3 متر، وهذا مكان القصة الذي تم حفره الذي بدأ ذلك. الآن البوكلين ينزل صخور من الجانب الأيسر الطريق. هي الآن على مستوى البقلين بالضبط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخير جميعا أينما كنتم أيها المشاهدين المتابعين لسير العمل. نحن الآن على مقابل المعدات التي تعمل في طرف المسار هنا في منطقة محاجر سعيد، بوكلين وحرارة. البوكلين لا زال يمشي بالتقدم عند التبة، وأيضا يحاول تمهيد المكان وفرفشته وإزالة البعض من الصخور الذي فيه، ومن ثم البوكلين أي الدركتل يتقدم على طول. الآن هو أي الحرارة بتصفي وتهبط معها. بالنسبة للكمبريش الذي تم سحبه قبل قليل إلى عند هذه التبة إلى جوارها، الآن عمال الكمبريش بيواصلوا الليات بهذا الاتجاه في بعض من الصخور الكبيرة مثل الصخرة الذي فوق البوكلين الآن وبعض من الصخور الكبيرة، إن شاء الله طبعا سيتم تفجيرها.